إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس في الدرس الثاني عن إرشادات علاج قولون العصبي. أيضا ننصحكم بإعادة التفكير في اختيار أصناف غذائك، فحاول أن تبتعد عن المأكولات التي تثير أو تعمل على إثارة حالة القولون العصبي عندك، حيث أنها لا يستطيع الطبيب تحديدها لك، فهي يعني تختلف من شخص لآخر من المأكولات التي يعني قد تثير حالة القولون العصبي عند الأشخاص الذين يعانون من وجود هذه الحالة. هي مثل يعني بعض الأصناف راح نذكرها، مثل الفول، العدس، السلطة، الخضروات الغير مطبوخة، الفلافل والشطة الحارة، كل هذه يعني ممكن تسبب بعض أعراض شو اسمه القولون العصبي. يعني رغم أن إضافة بعض الخضروات كالخيار والجرجير والفجل قد يثير حالة القولون عند بعض الأشخاص، لأنها يعني عند بعضهم قد تكون علاج مخفف لحالة يعني القولون العصبي، والذي يعني يقرر هذا الأمر الشخص نفسه بمساعدة الطبيب أو أخصائي التغذية، ويعني فقد يعني يساعد في تقليل شرب كميات كبيرة من كبيرة من الماء، وخاصة يعني في حالة الإمساك. أيضا أعراض القولون العصبي قد يعني يصرف الطبيب لمن يعاني من حالات القولون العصبي بعض الأدوية، أدوية القولون العصبي، وبعضها يعني يساعد الأدوية تساعد على تنظيم حركة عضلات الجهاز يعني الهضمي، على تخفيف على حدة يعني من حدة أعراض حالات القولون العصبي. ورح نذكر بعض الأدوية إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.